السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاشة التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت حتى نهاية page number 13 او صفحة رقم 13، وهنبدأ النهاردة مع page 14 او صفحة رقم 14 وعنوانها my weather report. my weather report يعني تقرير الطقس الخاص بي. عرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه weather. weather يعني طقس، وريبورت ريبورت دي كلمة جديدة معناها يعني تقرير او نشرة. فهنا بنتكلم عن نشرة جوية احنا هنعملها، او تقرير خاص بالطقس احنا هنعمله بنفسينا. وزي ما عرفنا المرة اللي فاتت ان في حاجة اسمها weather map. weather map او خريطة الطقس، ولو عايز تعرف عنها اكتر تقدر تشوف الدرس الحلقة اللي فاتت. والنهاردة بنتكلم عن الweather report او التقرير الخاص بالطقس او النشرة الجوية. فهنا بيقول لنا fill يعني املأ، in the blanks in the blanks الفراغات، use the icons use the icons استخدم الرموز، to report to report لتصنع التقرير، daily weather الخاص بالطقس اليومي، conditions conditions يعني حالات او ظروف. فمرة تانية fill in the blanks use the icons to report daily weather conditions يعني املأ الفراغات لتصنع التقرير اليومي الخاص بحالات الطقس اليومية. فهنا زي ما عرفنا المرة اللي فاتت ان الحالات الخاصة بالweather او بالطقس بتختلف السيمبلز او الايكونز بتاعتها. عرفنا المرة اللي فاتت ان ده شكل الويند الويند او الرياح، وده شكل طبعا السن السن او الشمس، وطبعا السكاي او السماء ليها كذا ايكون او كذا سيمبل. فلو السماء الشمس فيها مشرقة بنعمل شكل الشمس ده، وده معناه ان السماء sunny sunny يعني مشمسة. لو السماء فيها بعض السحب الى جانب الشمس بتغطي على الشمس شوية، ففي الحالة دي بنرسم الرسمة دي اللي فيها سحابة وراها الشمس، وهنا بنقول partly cloudy. partly cloudy يعني غائم جزئيا. عرفنا الكلام ده المرة اللي فاتت يعني ايه cloudy. cloudy يعني غائم، وpartly partly يعني جزئيا. ولو السماء كلها مليئة بالغيوم والشمس مش باينة فيها بنرسم السحب بالشكل ده، وده معناها ان السماء cloudy. cloudy يعني غائمة ومليئة بالغيوم. اما الويند الويند او الرياح، لو الرياح قوية في المكان اللي احنا فيه بنرسم الرياح بالشكل ده، وده بيعبر على ان الرياح في المكان ده very windy. very windy يعني الرياح قوية جدا. طب لو الرياح مش قوية هنرسم الشكل ده او الايكون ده، وده معناه ان المكان اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه ده a little windy. a little windy يعني الرياح مش قوية فيه قوي. ولو مفيش رياح خالص والمكان الرياح بتاعته هادية مفيش رياح خالص، فبنرسم الرياح وبنعمل عليها علامة اكس كده، وده معناه ان المكان اللي احنا فيه مفيهوش رياح او no wind. no wind يعني لا رياح. هنستخدم الايكونز دي يا اصحابي او الرموز دي في ان احنا نعمل الweather report او التقرير الخاص بالطقس بتاعنا. فهنا هنملأ البلانكس او الفراغات، وعلشان نعمل التقرير الخاص بالطقس بتاعنا او الweather report هنستخدم الايكونز دي في التيبل او في الجدول اللي موجود في اسفل البيج هنا. فاول حاجة موجود فيها بلانك او فراغ، بيقول لنا هنا we measure temperature with a. we measure we measure يعني نحن نقيس، measure يعني بيقيس،
temperature temperature يعني درجة الحرارة with be a المفروض ان احنا بنقيس درجة الحرارة بايه يا اصحابي؟ شاطرين طبعا بنقيس درجة الحرارة بالثيرموميتر ثيرموميتر وده شكل الثيرموميتر طبعا هو بيبقى بالشكل ده وطبعا كل ما درجة الحرارة ارتفعت السائل اللي جواه ده اللي هو الزئبق بيتحرك لفوق اكتر وبيعبر ان درجة الحرارة عليت زي ما احنا شايفين قدامنا. فان احنا بنقيس درجة الحرارة او ان احنا بنعمل measuring للتمبريتشر بيكون عن طريق الثيرموميتر الثيرموميتر او الترموميتر زي ما احنا عارفينه كلنا. وبيقول لنا كمان and wind speed سرعة الرياح with an في جهاز يا اصحابي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اخترعوه علشان يقيسوا بيه سرعة الرياح. لما بيبقى فيه رياح في مكان ما عايزين يعرفوا سرعتها قد ايه اخترعوا الجهاز ده زي ما احنا شايفين قدامنا. الرياح بتخبط في اطراف الجهاز ده فالاطراف بتلف ولما بتلف في بتنقل اشارة عن طريق اسلاك متوصلة في الجهاز. الناس موصلين الاسلاك دي بحاسب آلي بالكمبيوتر عندهم بيقول لهم ان سرعة الرياح دلوقتي قد كده فالجهاز ده بيقيسوا بيه سرعة الرياح والجهاز ده ليه اسم فالجهاز ده اسمه انيموميتر او جهاز قياس سرعة الرياح. مرة تانية انيموميتر او الجهاز اللي بيقيسوا بيه سرعة الرياح. وعايزكم تخلوا بالكم علشان احنا عندنا اكتيفيتي او نشاط هنتعلم فيه ازاي نعمل انيموميتر او جهاز قياس سرعة الرياح فما تنسوش شكله. وزي ما احنا شايفين قدامنا في بلاد كتيرة بيعلقوه في الاعمدة بتاعت اسلاك التليفون وغيرها من الابراج العالية علشان يقيسوا بيه سرعة الرياح وهي معدية في الاماكن المختلفة. وزي ما احنا شايفين قدامنا هو بيلف لما الرياح بتخبط فيه وبينقل سرعة الرياح دي في اسلاك بتوصلها بكمبيوتر في مكان ما. الكمبيوتر بيقعد يحسب سرعة الرياح عن طريق الاشارة اللي جاية من الانيموميتر زي ما قلنا من شوية. يبقى مرة تانية we measure temperature with a thermometer او الترمومتر and wind speed with an anemometer او جهاز قياس سرعة الرياح. وزي ما عرفنا من شوية دي الايكونز اللي هنستخدمها واحنا بنعمل الويذر ريبورت او التقرير الخاص بالطقس بتاعنا زي ما قلنا من شوية. ومدينا هنا اصحابي تيبل او جدول هنعمل فيه تقرير الخاص بالويذر بتاعنا او الويذر ريبورت بتاعنا لمدة 7 days او لمدة 7 ايام. فهنا يا اصحابي بيقول لنا day number يعني رقم اليوم, sky يعني السماء حالتها عاملة ازاي, wind الرياح كمان حالتها عاملة ازاي. وبيقول لنا هنا daytime temperature يعني وقت النهار, temperature درجة الحرارة بالنهار, night time يعني بالليل وقت المساء, temperature درجة الحرارة بالليل يعني. فهنا بيقول لنا day one وكتب لنا هنا number one. فالسكاي لو افترضنا مثلا ان في اول يوم في الاسبوع كانت السماء مشمسة والشمس واضحة فيها المفروض هنرسم هنا انهي ايكون يا اصحابي؟ شاطرين الايكون بتاع الشمس او ساني فنرسم هنا الشمس زي ما احنا شايفين قدامنا. طب والويند لو احنا قلنا ان الويند في اليوم ده كانت ليتل ويندي فنرسم انهي ايكون من الايكونز اللي موجودة فوق يا اصحابي؟ شاطرين هو ده الايكون بتاع ليتل ويندي. وهنفترض ان الشمس لما كانت مشرقة والرياح مكانتش قوية قوي يبقى الداي تايم او درجة الحرارة بالنهار كانت معقولة ومتوسطة مثلا هنقول كانت 25 درجة وسي هنا يعني سيليزيوس ودي الدرجة اللي احنا بنقيس بيها درجة الحرارة اسمها سيليزيوس والدايرة الصغيرة اللي موجودة فوق حرف السي دي
معناها درجة، سيليزيوس يعني درجة مئوية، فهنا هنقول مثلا إن هي 25 درجة مئوية أو 25 سيليزيوس. والنايت تايم تمبريتشر هنقول إن بالليل بردت شوية وبقت 10 سيليزيوس أو 10 سيليزيوس. واليوم التاني هنفترض مثلا إن السماء كان فيها بعض الغيوم، فهنرسم هنا ايه؟ ان هي كانت غائمة جزئيا يا اصحابي، اللي احنا بنقول عليها partly cloudy. شاطرين كلكم الايكون ده. ولو قلنا ان الويند في اليوم ده كانت very windy او الرياح كانت قوية جدا، هنرسم انهي ايكون يا اصحابي؟ شاطرين الايكون ده. هنقول مثلا ان اليوم ده كان برد شوية، فالداي تايم بتاعه كانت التمبريتشر بتاعته مثلا 18 سيليزيوس او 18 درجة مئوية، وبالليل كان البرد اكتر شوية، فهنقول مثلا كانت 5 سيليزيوس او 5 درجة مئوية. واليوم الثالث مثلا هنقول ان اليوم ده كان مفيش شمس في السماء خالص، والشمس مختفية ورا الغيوم، فاليوم ده كان كلاودي، السكاي فيه كانت كلاودي خالص، فنرسم هنا انهي ايكون يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هنرسم الايكون بتاع الكلاودي ده. وهنقول ان الويند في اليوم ده كانت نو ويند، ما كانش فيه رياح خالص، فنرسم انهي ايكون يا اصحابي؟ شاطرين هو الايكون ده للرياح او الويند وعليها علامة اكس. وهنقول اليوم ده كان برد خالص، فالداي تايم تمبريتشر او درجة الحرارة بتاعت النهار مثلا كانت 10 سيليزيوس او 10 درجة مئوية. والنايت تايم تمبريتشر او درجة الحرارة الخاصة بالليل كانت مثلا 2 سيليزيوس او 2 درجة مئوية، والدنيا كانت برد جدا. وهكذا عايزكم تكملوا بقية ال 7 days او بقية السبع ايام، عايزكم تفترضوا في الريبورت بتاعكو او في التقرير بتاعكو حالات مختلفة للسكاي او للسماء، مرة تكون غائمة، مرة تكون sunny، مرة تكون cloudy، مرة تكون partly cloudy او غائمة جزئيا، وبرضو حالات مختلفة للويند، مرة تكون very windy، مرة تكون little windy، ومرة تكون no wind. ودرجات الحرارة اللي انتم ممكن تتخيلوها وتتخيلوا الايام دي كانت درجة حرارتها ازاي في الداي تايم او في وقت النهار، وفي النايت تايم او في وقت الليل. وبكده نكون عرفنا يعني ايه ريبورت او يعني ايه تقرير، ويعني ايه ويزر ريبورت او يعني ايه تقرير خاص بالطقس. عرفنا كمان الثيرموميتر او الترمومتر اللي بنقيس بيه التمبريتشر او درجة الحرارة. وعرفنا كمان الانيموميتر او الجهاز اللي بنقيس بيه الويند سبيد او سرعة الرياح. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 15 او صفحة رقم 15، وعنوانها measuring the wind او قياس الرياح. زي ما قلنا في البيج اللي فاتت عندنا activity هنا، عايزين نعرف نتعلم ازاي نصنع anemometer او جهاز قياس سرعة الرياح. فهو بيطلب مننا هنا ان احنا نعمل الاكتيفيتي ده مع بعض، هيوضح لك ازاي تقدر تعمل انيموميتر او جهاز قياس سرعة الرياح عن طريق استخدام بعض الادوات. فبيقول لنا هنا read all instructions يعني اقرأ كل التعليمات، instructions يعني تعليمات، carefully بحذر بحرص بتركيز، before you begin انت سوف تبدأ، to build your anemometer ان انت تبني او ان انت تصنع يعني الانيموميتر بتاعك او جهاز قياس سرعة الرياح بتاعك، to measure the wind اللي هتقيس بيه طبعا سرعة الرياح.
فبيقولك هنا هنستخدم بعض الأدوات زي ما احنا شايفين قدامنا. هنستخدم 3 cups، 3 cups أو 3 كوبايات، يستحسن ان هم يكونوا من البلاستيك أو من الورق. وهنستخدم كمان أداة كده بنخرم بيها الكوبايات دي. هنستخدم هنا كمان pen أو دبوس صغير. هنستخدم كمان pencil، قلم رصاص عادي وفي أستيكة. وهنستخدم عودين من أعواد القش زي ما احنا شايفين قدامنا. هنعرف ده بالتفصيل واحنا بنقرأ الانستراكشنز أو التعليمات زي ما قلنا من شوية. أول حاجة في الانستراكشنز أو في التعليمات بيقول لنا هنا choose، اختار one cup كوباية من الكوبايات، and punch holes يعني اسكب الثقوب. هنخرم الثقوب اللي المفروض ان احنا نخرمها في الكاب الاولانية دي. punch هنا يعني يسقب، وهي كمان ليها معنى تاني اللي هو يلكم، بس هنا هي جاية بمعنى يسقب. فهي بيقولك هنا punch holes يعني اسكب الثقوب. across from each other يعني بشكل متقابل. هنعمل هول هنا في الجنب ده او ثقب هنا في الجنب ده، وفي الوش بتاعه والناحية التانية هنعمل another hole او هنعمل ثقب تاني. وبيقول لنا هنا close the rim يعني اقفل الحافة. بيقول لك هنا اعمل ليه حواف كده، الاطراف بتاعته خليها متنية لبره شوية علشان يبقى جاهز ان هو يستقبل الرياح جواه بشكل سليم. وبيقول لك if your cup، لو الكوباية بتاعتك already have holes، موجود بالفعل فيها holes او ثقوب، find the cup with two holes، اوجد الكوب اللي فيه ثقبين، close to the rim قريبين من الحافة بتاعته زي ما احنا شايفين قدامنا. This is your center cup، ده الكوب اللي هيكون في النص او المركز بتاعك. فده الكوب اللي هيكون في المركز بتاع الانيموميتر بتاعنا. center يعني مركز يعني منتصف. وتاني instruction او تاني حاجة في التعليمات عندنا بيقول لنا punch holes، اسكب الثقوب، near the middle يعني بالقرب من المنتصف، other two cups في الكوبايتين التانيين. فهنا طبعا زي ما هو موضح لنا هنسكب الثقوب قريبين من بعض في المنتصف بتاع جنب من الجوانب الخاص بكل كوباية من الكوبايتين. هناخد كل كوباية لوحدها، هنسكب ثقبين في جنب واحد من الكوباية قريبين من بعض، بينهم من بعض حوالي 2 سنتيمتر او 2 سنتيمتر. ونفس الكلام هنعمله في الكوب التاني، هنسكب فيه ثقبين قريبين من بعض في جنب واحد من الجنبين. وبيقولك هنا about 2 سنتيمتر apart يعني بينهم وبين بعض حوالي 2 سنتيمتر. if your cups، لو الكوبايات بتاعتك already have holes، بالفعل فيها ثقوب، find the two cups، اوجد الكوبايتين with holes اللي فيهم ثقوب near the middle القريبين من المنتصف زي ما احنا قلنا من شوية. نشوف الكوبايتين او التو كابس اللي في جنب من الجنبين بتاعهم تو هولز او ثقبين قريبين من المنتصف وبينهم مسافة قريبة. وبيقول لك في الاخر these are your outside cups دي الكوبايات اللي هتكون في الخارج عندك في الانيموميتر بتاعك. وتالت انستراكشن او تعليمات رقم 3 بيقول لنا هنا thread يعني ادخل the straw القشة. الstraw يعني قشة، احنا قلنا هنستخدم 2 straws او وحديتين من القش. through من خلال the outside cups الكوبايات اللي موجودة في الجنب الخارجي، with the cup مع الكوب، opening facing in opposite directions، opening facing in opposite directions
مع القب التاني اللي موجود قدامهم، وفي ثقوب مواجهة للثقب بتاعهم. يعني احنا هندخل الاول السترو دي او القشة دي في الاوتسايد كابس، في واحد من الاوتسايد كابس من الكوبايات اللي هتبقى في الطرف الخارجي، هنعديها من الثقبين اللي موجودين فيه دول، وبعدين هندخلها في السنتر كاب او الكاب اللي موجود في السنتر او في النص، وبعدين هندخلها في الاوتسايد كاب التاني، كل الثقوب المواجهة لبعضيها بالشكل ده، بحيث ان السترو دي او القشرة دي تعدي في التلات كوبايات او في الثري كابس مع بعض، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. وبيقول لنا كمان في الانستراكشن نمبر 4، يوز استخدم the tip of the pencil. The tip of the pencil يعني السن بتاع قلم الرصاص. To poke لتثقب. A pencil size. A pencil size ثقب بحجم القلم الرصاص. A pencil size hole. A pencil size hole ثقب بحجم القلم الرصاص. In the bottom. In the bottom في قاعدة of the center cup. Of the center cup الكوب اللي موجود في السنتر او في المركز بتاع الانيموميتر بتاعنا. وبعدين بيقول لنا كمان في الانستراكشنز، insert ادخل the pencil القلم الرصاص، eraser الاستيكة بتاعت القلم الرصاص side up بشكل من تحت لفوق، into the cup داخل الكوباية، until the eraser حتى ان الاستيكة touches the straw. touches تلمس the straw. the straw اللي هي القشة المعدية في ال 3 cups زي ما قلنا من شوية. اخر حاجة بيقول لنا from the top من الاعلى of the center cup الكوباية اللي موجودة في النص، push ادفع the pen الدبوس through خلال the straw القشة into حتى يصل the pencil eraser حتى يصل الى الاستيكة بتاعت ال pencil eraser او الاستيكة بتاعت القلم الرصاص. يبقى القلم الرصاص طالع كده فوق منه القشة اللي معدية في ال 3 cups. احنا هنستخدم البن او الدبوس ده ان احنا ندبس الstraw دي او القشة دي في الاريزر او في الاستيكة بتاعت البنسل اللي موجود تحت منها. وبعد كده في اخر حاجة بيقول لنا hold احمل the pencil loosely. the pencil loosely القلم الرصاص من تحت طبعا اللي هو داخل في السنتر كاب زي ما عرفنا من شوية، loosely بـ 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 بشكل فضفاض تخليه كده يقدر يتحرك في ايدك لوحده. in your hand في يدك. blow on انفخ في one of the outside cups انفخ في واحد من الكوبايات اللي موجودة بالخارج في الانيموميتر بتاعنا. to make it spin لتجعله يدور. if it doesn't spin لو هو ما بيلفش لسه، wiggle يعني هز the pen الدبوس اللي شابك طبعا البنسل اريزر او الاستيكة بتاعت القلم الرصاص في السترو او في القشة اللي موجودة وشابكة الثري كوبس مع بعض. a bit يعني قليلا، هز الدبوس ده شوية. to loosen علشان تخليه بس يفك شوية. it and try again to loosen it علشان تخليه يفك شوية ما يبقاش ماسك الحاجات في بعضها قوي. and try again وجرب مرة تانية، فهتلاقي ان الجهاز بتاعك او الانيموميتر بتاعك ده نجح وبدأ يحصل له spin او يقدر يلف في ايدك مع اي blow up او مع اي نفخة هواء تخبط في الاوتسايد كابس بتاعته او في الكوبايات الخارجية بتاعته زي ما عرفنا من شوية. كده نكون عرفنا ازاي نعمل انيموميتر او جهاز قياس سرعة الرياح مع بعض، وده الاكتيفيتي اللي احنا المفروض نتعلمه في الكلاس روم مع بعض مع التيتشر بتاعنا.
وبكده نكون انهينا درس النهارده. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.